إلى كل من مات له قريب أو حبيب. هل الموت شر؟ هل الموت كل شر؟ الذي يموت يا إخوة من المؤمنين وين يروح؟ خلاص ينسى أم أنه يذهب إلى الله عز وجل؟ إذا مات أبوك أو ماتت أمك أو مات ابنك أو مات أخوك ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله فابشر بالخير يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت شفاعتي، أوجب الشفاعة على نفسه لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله.